السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتتبعي قناة بيجو فلوغ. في هذا الفيديو سأتطرق إلى موضوع يتعلق بصياغة الحلي والمجوهرات. فقد ظهر فن الحلي في بداية العصر الحجري الأعلى، إذ قام الإنسان بتحويل مواد بسيطة من أصل حيواني أو نباتي أو معدني إلى حلي للتزيين بها أو ليتقي بها من قوى الطبيعة، لأن الهدف منها الزينة ولم يكن جماليا فقط، بل كانت له أبعاد مرتبطة بمعتقدات خرافية. اكتشفت أولى الحلي وأدوات الزينة بالمغرب بعدة مواقع تؤرخ بالعصر الحجري الأعلى، وذلك بمدن الرباط ووجدة وابن سليمان والناظور. وتصنف الحلي بالمغرب إلى حضارية وقروية، ومنها ما هو خاص بالرجال وما تتزين بها النساء، ولكل نوع خصائصه التي يستمدها من وسطه المحلي والجهوي. وتصنع الحلي القروية من الفضة، حيث يعتمد في تزيينها على عدة تقنيات مثل التسليك والنيلة والنقش والتخريم. أما الحلي الحضارية فتصنع من الذهب والفضة والفضة المذهبة، وتمثل في الغالب عناصر للزينة النسائية، ونذكر منها تاج العروس والصدرية المرصعة بالأحجار الكريمة والأقراط والأساوير والسلاسل والخواتيم والمضمات. وتتم عملية التزيين بالحلي في المناسبات كالخطوبة والزواج. وتنحصر الحلي الرجالية بالمغرب في الخواتيم والسلاسل. ومن الملاحظ أن قطعا أخرى كالسبحة وعلب التبغ وحافظة المؤلف دليل الخيرات، وكذلك الأسلحة البيضاء والنارية، اكتسبت بعدا جماليا جعل منها حلية رجالية حقيقية. على الرغم من غنى وتنوع منتوج الحلية التقليدية، تظل الأدوات المستعملة لصياغتها محدودة، حيث يمكن حصرها في الأدوات التالية: فرن تقليدي يحتوي على منفاخ كبير الذي تم الاستغناء عنه وتبديله بفرن عصري يشتغل بغاز الميثان، والسندان من حديد لتشكيل مادة الفضية، وبوتقة من الطين وما يسمى بالبوط لصهر المادة، أداة لصنع الأسلاك، وأساس ذو ثلاث أرجل ما يسمى بالحمار للنقش، وقوالب لبعض الأشكال، ومطرقات وملاقط ومبارد ومقصات وأزامل ومناقش إلى غير ذلك. استعمل الصانع المغربي على مر العصور عدة تقنيات في صناعة الحلي تؤكد استمرارية وتداول هذا الرصيد المعرفي والثقافي عبر أجيال مختلفة. ومن أهم هذه التقنيات التي تعبر عن غنى وتنوع هذا الإرث نجد السبك والتقطيع والتسليك والنقش والحفر والتذهيب. ولقد تمكن الصانع المغربي بفضل مهارته وإبداعه من إعطاء فن صناعة الحلي أسلوبا ومميزات خاصة لدرجة انفراد كل منطقة بالمغرب بأسلوب خاص بها، يتجلى من خلال تقنيات الصياغة واختيار أشكال الموضوعات الزخرفية وغيرها. وتتوفر الحلي على وظائف متعددة تختلف حسب الشكل والتقنية والمادة المستعملة وتركيبة الزخرف. إن أكثر المواد المستعملة في فن صناعة الحلي هي معادن الذهب والفضة، فتقنية الصياغة متعددة ومختلفة: تقنية التقطيع، التخريم، التسليك، النقش، الحفر، الطلاء، النيلة، التفريغ، التذهيب. أولا تقنية السبك، من أقدم وأبسط التقنيات التي استعملها الصاغة منذ عهد قديم. ففي حالة الاشتغال على الفضة مثلا، يتم تذويب سبائك المعدن الخالص ومزجها ببقايا الحلي القديم أو ما يسمى الشضية مع نسبة من معدن النحاس. بعد ذلك يمزج هذا الخليط بقليل من الزرنيخ ويوضع في بوتقة من الطين وما يسمى بالبوط،
ثم يصهر ويصب بعد ذلك السائل المعدني الفضي في قالب يسمى التزريق. ومن أهم الحلي المسبوكة نذكر على وجه الخصوص الأساوير الثقيلة والمضلعة والمنحوتة والخلاخيل والمشابيك والأقراط. ثانيا تقنية النيلة، واستعملت هذه التقنية في تزيين حلي منطقة أيس غروشن بالأطلس المتوسط، وتقتضي وضع طلائن أسود مستخلص من مواد نباتية أو معدنية على الحلي. يتم تسخينها حتى تلصق النيلة بالقطعة، وتصقل بعد ذلك الحلية بهدف تسويتها وإبراز تمازج لون الفضة اللامع واللون الأسود. ثالثا تقنية الطلاء، تميزت بها منطقة الأطلس الصغير خاصة تيزنيت وورزازات وتزنخت، ويتم الحصول على الطلاء بواسطة مزج ألوان مختلفة مستخلصة من لؤلؤ مسحوق يوضع على أشكال نباتية أو هندسية مرسومة بخيوط فضية. يتم تسخينها حتى تذوب الألوان، بعد ذلك تصقل فتظهر براقة. رابعا تقنية التسليك، وتعتمد أساسا على صياغة خيوط وحبيبات صغيرة ملحومة، وتختلف تقنية التسليك من منطقة إلى أخرى. فنجد التسليك المخروم الذي يميز منطقة تلوين والصويرة وتزنيت، ويقتضي فتل خيوط ذات أحجام مختلفة مضفرة أو عادية. أما النوع الثاني فيسمى بالتسليك المحدد، ويتم الحصول عليه بوضع خيوط على شكل حواجز فوق صفائح معدنية لتحديد موضع الطلاء، وتعتمد هذه التقنية بشكل كبير بمنطقة ورزازات وتزناخت. خامسا تقنية الحفر، تعد هذه التقنية من الأساليب المتداولة بكثرة في صياغة الحلي المغربية، ونجد ثلاثة أنواع من الحفر. أولا الحفر المدوب، ويتم الحفر على القطع فور خروجها من القالب. ثانيا الحفر على القطعة، يقتضي وضع القطعة على حامل ذي ثلاث قوائم يدعى بالحمار، ويتم نقش أشكال ورسوم موضوعة مسبقا بواسطة أداة خاصة تسمى الحفار. ثالثا الحفر المضغوط، يتم الحفر على القطع الدقيقة السمك حيث يطرق الصانع على المعدن مباشرة بهدف الحصول على زخرفة بارزة. سادسا تقنية النقش، هذه التقنية تشبه تقنية الحفر في كثير من الجوانب، إذ يتم نقش أشكال وزخارف بواسطة منقاش فولادي على القطع السميكة، وتعتبر أساوير منطقة فومزغيد نواحي طاطا نموذجا لهذه التقنية. سابعا تقنية التذهيب، تستعمل هذه التقنية في الوسط الحضري، وتقتضي مزج كميات معينة من الذهب والزئبق وتسخينها حتى يتبخر الزئبق، فيطلى هذا الخليط على القطع التي يراد تذهيبها. عرفت حاضرة جهة سوس ماسة منذ قرون كمركز هام للصناعات التقليدية والمهارات الفنية، وقد احتلت صناعة الحلي مكانة هامة بين هذه الحرف، وقد استخدم الصانع التقليدي تقنيات متعددة لصياغة مواد أولية مختلفة، وقد كانت الفضة المعدن الأكثر استعمالا بالجهة، حيث صيغت بتقنيات متعددة كالسبك والنيلة والتسليك والحفر والنقش. ويتكون حلي المرأة السوسية من دمالج وأساور وخواتم وصدريات وجبهات ومضمات. وتعد مدينة تيزنيت من بين مدن جهة سوس ماسة المعروفة بصناعة الحلي الفضية، حتى أصبحت تلقب بمدينة الفضة، وقد احتضنت مهرجانا سنويا يقام كل شهر غشت ويسمى مهرجان تيميزار للفضة، ويستقطب عددا مهما من الزوار من داخل المغرب وخارجه، كما يعتبر فرصة للصناع التقليديين المحليين وباقي مدن المغرب وحتى الأجانب لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم، إلى جانب خلق حركية تجارية بالمدينة ورواج اقتصادي. ويتخلل المهرجان فقرات ثقافية وندوات علمية،
وتكريم شخصيات أعطت الكثير لمدينة تيزنيت، ويرافق المهرجان سهرات فنية مساء طيلة أيام المهرجان، يستمتع من خلالها الزوار إلى فقرات غنائية من فنانين أمازيغيين وعرب. فالحلو إذن يعتبر رمزا للرقة والحسن المرهف والأنوثة والجمال، ويعود تنوع هذه الحلي إلى اختلاف الأذواق، وتشكل جزءا من الصداق أو مهرا للزواج، كما أنها وسيلة لتوفير مضمونة للقيمة ونوع من الاستثمار المربح. حافظت حرفة صناعة الحلي على الطبع المغربي الأصيل من حيث تقنيات وأصول صناعتها، وهي تحتل مرتبة لا بأس بها ضمن الحرف العتيقة من حيث انتشارها بمختلف أحياء المدن المغربية العتيقة، وتعرف إقبالا ورواجا دائمين خصوصا بالحي الذي يدعى بالملاح.